رانيا بتسأل بتقول هل يجوز ان انا يعني اصلي النافلة بنيتين، وهي يعني مثلا هي بتصلي سنة معينة تكون في نفس الوقت بتصلي صلاة حاجة او استخارة؟ طبعا يجوز يا مروة يا رانيا، نعم يجوز الجمع بين النوافل بنية واحدة. زي مثلا ما ادخل ايه، نضرب مثلا زي ما ادخل المسجد فانا عايزة اصلي تحية المسجد وعايزة اصلي صلاة استخارة او قضاء حاجة او اي سنة من السنن، يجوز ذلك. أقوم أنا بأداء واحد ولكن بنية تجمع كل ذلك، فيأخذ الإنسان الثواب إن شاء الله. إحنا قلنا قبل كده الجمع بين السنن في شيء واحد ده ما فيهوش يعني خلاف فقهي بين الفقهاء، إنما المسائل الأخرى هي اللي بتدخل فيها خلافات فقهية، وبالتالي حضرتك تقدري تعملي زي ما حضرتك بتسألي، صلاة استخارة وصلاة حاجة في وقت واحد، أو صلاة حاجة واستخارة وفي نفس الوقت عاوزة تعملي مثلا صلاة استخارة مع تحية المسجد كما تشائين، مفيش أي مشكلة في ذلك الأمر.